ودلوقتي هنعمل مع بعض كوكيز مميز جدا ومغذي جدا جدا جدا، لان انا هستعمل فيه حاجات كتير مغذيه. هنحط فيه شوفان، وهنحط فيه كمان جنين القمح، وهنحط مكسرات طبعا فيها فيتامينات كتير وفيها حديد، هنحط عين جمل، وهنحط كمان مشمش مجفف، وهنحط تمر. فالوصفة كتير غنية ومغذية وحلو جدا ان الاطفال ياكلوا منها. اول حاجة هقرا معاكم المقادير. عندنا كوباية زبدة، عندنا 1 كوباية دقيق، وكوباية ونص شوفان، وكوباية جنين القمح، 2 بيض وفانيليا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، 2 بيض فانيلا، احنا قلنا فانيليا فوق. طيب، وكوباية عين جمل، وكوباية جوز هند خشن، كوباية تمر مقطع، وكوباية مشمش مجفف. طبعا احنا قطعنا التمر وقطعنا المشمش، ودلوقتي عندنا الزبدة طرية بحرارة الغرفة، هنحطها هنا في البولة، بس هنخفقها الأول شوية قبل ما نحط لها السكر. وهنا عندنا سكر أبيض وسكر بني. نحط بقى البيض، بيضة بيضة. ونحط الفانيليا. تمام، هناخد دلوقتي الحاجات اللي جافة اللي عندنا. عندنا كوباية الدقيق، وعندنا كوباية ونص شوفان، وعندنا كوباية من جنين القمح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. كل دول هنخلطهم مع بعض. نبتدي بقى نضيفهم بالتدريج للمكونات اللي عندنا. بس أول ما تختفي أول كمية احنا حاطينها بنحط الكمية الثانية على طول. هنحط جوز الهند، واخر حاجه هنحطها هي الفواكه المجففه والمكسرات اللي عندنا. وتقدروا تحطوا اي نوع من المكسرات انتوا عايزينه، ما ترتبطوش بنوع معين. كده احنا خلصنا الكوكيز بتاعنا. هو مش بس مغذي، هو كمان طعمه لذيذ جدا جدا جدا. هناخد دلوقتي بقى الكوكيز بتاعنا، شوفوا قد ايه القوام بتاعه. اهو يعني عادي، بيتشكل عادي خالص زي ما انتوا شايفين. هنعمله على شكل كورة كده بالشكل ده، وبعدين هنضغطها، ودايما سيبوا مكان بين كل واحدة والتانية عشان خاطر لما يتحط في النار هيفرش شوية في الفرن. فدلوقتي خلينا نعمل كده كمان واحدة. شكلوا يعني بالحجم اللي انتوا عايزينه، احنا عملنا الحجم ده، تقدروا تعملوا حجم اكبر. احنا عملنا كده في اللي مجهزينه، بنعمل يعني احجام زي ما انتوا عايزين. فعملنا دي وسط، وهنعمل واحدة اكبر اهي كده. عندكم الحجم ده وعندكم الحجم ده. خلينا بقى دلوقتي نحطهم في الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد تقريبا يعني من 12 ل 15 دقيقة.
ودايما بقول انه عشان نعرف اذا كانت الكوكيز او الغريبه او اي حاجه اذا كانت استوت ولا لا، ما بنستناش انها تحمر من فوق، المهم عندنا نشوفها من تحت. فلما بتكون من تحت احمرت ولونها حلو، ده معناها ان الوصفه بتاعتي استوت خلاص، حتى لو ما كانتش من فوق محمره هتبقى، بس بالنسبه للاستوى هي هتكون كده اتخبزت صح طالما انها من تحت احمرت. فهندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده من 12 ل 15 دقيقه.